إذا مشبعي ومتابعات قناة المغرب الحرة، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. حادث مروع وخطير بالطريقة الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور، دائما يعني قريبة الهبطة ديال مرو كومول. حادث خطير متابعي ومتابعات قناة المغرب الحر، يعني سيارة جاية في الاتجاه وصدفة كتصطدم بنخلة. كما كتشوفوا متابعينا أن السائقين السائق والركاب اللي كانوا معاه مستلقين أرضا، حضور الوقاية المدنية مشكورين. كما كتشوفوا متابعين ومتابعات قناة المغرب الحر، كنتمنوا لهم الشفاء العاجل والمزيد من الحيطة والحذر لجميع السائقين. السلام عليكم سيدي، حاضر الكسيده؟ لا خويا محضر. يعني حادث خطير مشبعينا. كما كنشوفوا وصول الوقاية المدنية مشكورين. فبدورنا كنتمناو لهاد الناس الشفاء، وكنطلبوا من جميع السائقين اخذ الحيطة والحذر، وجميع مستعملين الطريق ردوا بال. ف يعني حادث خطير. متابعي ومتابعات قناة المغرب الحر، دائما في الطريقة الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور بالضبط قرب عين الذئاب. يعني السيارة كما كنشوفوا تهرسات كاملة من الأمام ديالها، إطر الاصطدام كان اصطدام قوي مع النخلة. ما كنشوفوا لي زيرباك خارجين، يعني واحد الحالة اللي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبدورنا كنتمنوا الشفاء العاجل لهاد المصابين. ف كنطلبوا منكم كاملين دعواتكم لهاد الناس هادو انهم يولوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وكنطلبوا من السائقين ومستعملين الطريق اخذ الحيطة والحذر، لان كما كنقولوا الحديد غدار، فلا اله الا الله محمد رسول الله. باش تكون غادي الخدمه ديالك على الصباح ولا غادي ترزق الله ويوقع لك حادث في الطريق هذه، فارا اصعيبه شويه. تم نقل المصابين على ما أظن إلى يعني مستشفى الحسني وأقرب مستشفى هنايا. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. حادث اللي خطير، حادث مرعب ومهول. ممكن كنشوفوا الاثار ديال النخله باقي هنايا باقي.
فمشبعين اصطدم بهاد النخله هذه. كان جايه السياره في هاد الاتجاه هذا وفجاه اصطدم بهاد النخله هذه. شوف النخله فين طاحت، يعني ما انتبهتش في الاول للحادث بالضبط فين كان. فشوفوا متابعينا الاصطدام القوي اثر على انقلاع النخله من المكان ديالها. متابعي ومتابعات قناه المغرب الحر، اذا دائما مباشره متابعينا من مدينه الدار البيضاء في الطريق الرابطه بين الدار البيضاء و ازمور بالقرب من عين الذئاب، يعني الله بعد شويه على الدوره ديال مروكومون. متابعي ومتابعات قناه المغرب الحر، فتعرضوا لهذا الحادث، هذا الحادث الخطير. لأن فلا إله إلا الله محمد رسول الله. نتمنوا أنهم يكون عندهم باس إن شاء الله، وأنهم يتشافوا وتعافوا، وكنطلبوا من مستعملين الطريق أنهم يردوا البال، المزيد من الحيطة والحذر، المزيد من الحيطة والحذر. ولما التهور علاش غنجري كاع وعلاش غن بشوية علينا إن شاء الله تنوصلوا كاملين في سلامة. حنا لحد الان ما عرفناش السبب الرئيسي ديال الحادث، كنقلبوا بدورنا على شي واحد كان حاضر، ف ما كاينش اللي بغى يعطينا شي تصريح، ما كاينش اللي بغى يعطينا. خويا كنتي حاضر الحادث؟ مول الخضر فا نتمنوا اليوم الشفاء العاجل. كنتي حاضر شريف؟ ما عرفتيش كيفاش وقع لهم؟ ما عرفتيش كيفاش وقع لهم؟ يكون جاي مدوبل و غلبات عليه ولا شي حاجه في التريطوار، يعني بالجد باش جاي السرعه والدوبلاج. دوبلاج شنو كتبغي تقول للسائقين المهنيين والسائقين المستعملين الطريق؟ واحترم يعني الاشارات ديال الطريق واحترم كلشي. شحال من واحد كان في الطوموبيل هما؟ وكاملين مقصحين؟ شكرا شكرا لك، شكرا سيدي، شكرا. كما كتشوفوا متابعينا شو السيارة كي ولات، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. كنتمناو لهاد الناس اللي داروا الحادثه الشفاء العاجل ان شاء الله، ونعاودوا نطلبوا منكم، نعاودوا نطلبوا من جميع مستعملين الطريق اخذ الحيطه والحذر متابعينا. فكما كنشوفوا يعني راه هادشي كيضر في الخاطر، انك على الصباح تلقى حادث بحال هذا. فلا اله الا الله محمد رسول الله. كما كتشوفوا الاثار ديال النخله مازال لاصق في السياره، البقايا ديال النخله مازال لاصق في السيارة. ونعاود نوريكم النخلة اللي اصطدمت بها السيارة، هي هادي، يعني بالقوة ديال الاصطدام تقلعت النخلة من البلاصة ديالها. كانت جاية السيارة وأثر ديال الفرمالة، هنا أثر الفرمالة، وهنا كان اول اصطدام للسياره. مازال لي جون فيغ ديال الروايد وداك الشيء مازال كاع طايح هنايا، وبقات جايه جراه على ما اظن انها السرعه، يعني تجاوز السرعه المسموح بها ولا
فهو الشيء الوحيد اللي غيكون ادى واصطدمت السياره المره الاولى بهذه النخله هذه تقلعات. هنا كان الاصطدام القوي وبالجهد باش جايه بقى الاحتكاك ديال السياره مع الرصيف وضربات في النخله الاخرى. ف لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش غنجري؟ علاش غنصرع؟ شنو تابعني؟ يكون اللي بغى يكون في السلامه ديالي والسلامه ديال المستعملين الطريق هي الاولى. شحال نقول لهم كنطلب الله يقصوا من السرعه، قايلين يقصوا من السرعه واش فهمتي، والانسان خصو يخدم عقله يسوق بعقله ماشي غير يسوق بحال الحيوان. والله المهم نقول الله يهدينا، قايلين الله يهدينا شحال نقولوا. شكرا لك. اه الله يهدينا. لا لا. إذن والشكر خاص للسلطات الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية اللي حضروا في عين المكان بسرعة باش يشوفوا شنو واقع ويعاونوا هاد الناس هادو. فشكر خاص لرجال الأمن مشكورين ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء لمنطقة الحي الحسني. دائما نعيد الشكر لرجال الأمن مشكورين. ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية. اللي كيقوموا بواحد العمل جبار. وديما نعودوها أننا دائما ناخذوا الحيطة والحذر. وما نجريوش لي ما السرعه. علاش الجري؟ علاش علاش غنجري؟ فكما كتشوفوا هذه هي النتيجه ديال السرعه والنتيجه ديال عدم الانتباه والنتيجه ديال لا مبالاه في السياقه. ديما تشابهوا وديما رقي معاكم وحضروا عقلكم وبالكم على النتيجه كتشوفوها. ديما الخوت مواطنين المغاربه السلام عليكم، تكونوا ان شاء الله صافو مزيان. هانتوما كتشوفوا النتيجه كيفاش دايره. ايوا ان شاء الله تكونوا في عين المكان وتكونوا ان شاء الله بعقل، واللي كيسوق الله يسهل عليه ديما يكون ينتبه مع الطريق الحوادث تصير. المهم يحضر عقليتو ويكون على سلام وديما يطلب السلامه ويطلب الله وكشي اللي بغي راسو بغي اي مواطن مغربي والحاجه اللي تضر الدار اي واحد. والسلام عليكم.